تندير شي اشغال ديالي هنا في هذا التقطع الشويه ديال الاشجار ديال الصبار، حتى تنتفاجئ بهذه القذيفه هنايا في هذا المكان هذا مدفونه تمايا، وجبت وعلمت بالسلطات المقدمين وهذا والباشا والقائد وجاو الناس ديال الامن الوطني داروا الاجراءات ديالهم وجاو داروا حلوا معي واحد الملف وهذا، وفي الاخر جاو داوها قال لك يدير الدواء للرباط، ومن الرباط غيديوها للقنيطره باش يديروا التحاليل يعرفوا شحال عندنا ديال السنين. القنبله هذه القذيفه هذه تتسمى باللغه الفرنسيه اوبي، يعني تيقولوا الناس اللي دازوا في هادشي ديال العسكر وهذاك الشيء تيقول لك راه بالله هذه راه صعيبه بزاف، كون طرطقات ولا شي حاجه غتشكل واحد الخطر على هاد السكينه هذه، يعني تقدر قال لك تطرطق تقدر توصل حتى لجوج كيلومتر ولا ثلاثه كيلومتر. حنا دابا السكان هادو راه خايفين، خفنا على ولادنا وعلى المواشي ديالنا وعلى بزاف الحوايج، خاصهم تنطلبوا من الناس السلطه يجيبوا شي يديروا شي تفتيشات هنايا، ربما يكونوا قذائف اخرى هنا. هاد القنبله قلت تترجع ل 1945، هاد القذيفه هادي تتراوح ما بين 8 كيلو حتى 10 كيلوغرام، والطول ديالها ما بين 38 سنتيمتر حتى 40 سنتيمتر. بزاف البلايص هنا كاينين المطامه كاينين فهمتي كشي تحت الارض، بس حنا دابا كنطالبوا السلطات وهاد الشيء يجيو يحاولوا انهم يقلبوا هاد البلايص هادو، حيت كيشكلوا خطر على الساكنه هادو الدراريين الصغار، كيجيو كل مره كيلعبوا هنا والناس يلا كيفلحوا هنايا وحاطين المواشي ديالهم، يقدر يوقع شي فاجعه كبيره هاد الشيء، وحنا كنطالبوا السلطات يجيو يحيدونا من هنايا. نقدروا حنا تكون عندنا تحت منا شي قنبله، حيت حنا ساكنين في خطر، ساكنين تحت منا كاين الحفاري، كاينين المغارات تحت منا، ما عارفينش راسنا فوقاش كاينين، هاد الناس خصهم يخرجوا ويقلبوا هاد الارض، واش فيها شي قنابل اولا لا، حيت حنا معرضين بزاف الحوايج، كون عيل شي واحد جا وشعل شي عافيه، شنو هذيك القنبله شنو غيوقع فيها؟ كلشي غيتحرق. الناس غيموتوا ما يبقى حتى شي واحد، عملوا شحال من كيلومتر غتضرب. هاد القنبله ما سوقوش لها الخبار، ما جايبوش لها بحال ما كان، ما جاو لا علمونا منين هزوها، لا بقاو مزيانين لا كونوا غير هانيين، راه ماشي شي حاجه مضره، ما علموناش كاع نهائيا لحد الساعه ديال دابا. وشوف الدراري كلشي مخير فيهم ما بقاش كينعس، ثلاث ايام هادي، ثلاث ايام هكذا بحال ما كان، العيالات ولاو ناري، هادي من هنا شي ولول شي ناري شي مساله راها يرتنا، يصيفطوا الاخرين اصحاب الخبره مازال يلقاو المزيد، مازال يلقاوهم تاكد منا، مازال يقلبوا ويبحثوا غادي يلقاوهم اكثر. حنا بلشنا هنا كنا كنحفروا ولا شي حاجه كتلقى داك النصيز ديال القرطاسه ولا تلقى سميتو، ولكن هذاك الشيء لا شيء، ولكن باش تلقى قنبوله فيها 12 كيلو راه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.